مرحبا برج الدلو. برجه على الاغلب هذا الشخص راح تتفق معه 100% برج الدلو، راح ما تعاني من مشاكل معه، راح ينكسر معه نمط العلاقات المتعبه. بقول لك ليش، لانه هو ايضا يا انه من برج الدلو يا انه عنده شيء مهيمن في برج الدلو، فوايد سهل بالنسبه له انه يفهم طبيعتكم، يمتزج مع طبيعتكم، يبني حياة مع طبيعتكم بدون ما ينتقدكم، بدون ما يصير حتى في اضطرابات ومشاكل. يعني عنده طاقة هني برج الدلو واضحة، ممكن يكون قوس، أسد، سرطان، أو شخص إذا مو برج الأساسي على الأقل بيكون في الطالع عنده أو في القمر. تاريخ الالتقاء، وقت الالتقاء متى راح يكون؟ برج الدلو، انتو في قراءاتكم السابقة صار لي فترة كل ما افتح كرتات حق برج الدلو خصوصا حق العاطفة دائما رقم 7 يتكرر، حتى لما افتح خيرة عن برج الدلو، يعني في اشخاص يطلبون مني اوكي، دائما حتى سبحان الله رقم السورة في القرآن يكون في 7، فهذا لا رقم 7 بيكون لدلالة خاصة لحياتكم العاطفية ولنجاحكم في المستقبل برج الدلو. ولاحظوا انتو بينكم بين انفسكم، لاحظوا الارقام في الفترة القادمة اللي تمر عليكم، بتشوفون ان انتو تنتبهون من توصلون لرقم 7 او 3 7، وهذا لدلالة، ابحثوا عن الموضوع بتشوفون لدلالة. انزين، رقم 7 يتكلم وقت الالتقاء بيكون ممكن خلال 7 شهور، بعد 7 شهور اوكي، ممكن خلال شهر 7، اذا مو هذا بيكون شهر 7 اللي بعده، او في اي شهر من الاشهر السنة يكون اليوم 7. هذه كلها احتمالات واردة. انزين، خلينا نشوف الحين كيفية اللقاء بينكم. احس هني الالتقاء بينكم، واحد منكم او اثنينكم تلتقون مو صدفة، ولكن تتقابل طرقكم، ولكن احس انتوا اللي برج الدلو اللي رايحين مكان معين، وهذا المكان بالنسبة لكم فقط محطة مؤقتة، مثل محطة الترانزيت. شفتوا الطيارة لما مثلا انتوا تكونون طالعين خلينا نفرض من مطار معين الى مطار دولة ثانية، بس في نصف الطريق تتوقف الطيارة في دولة اخرى، كذي انت وضعك بيكون اما في وظيفة مؤقتة، اما في سفرة مؤقتة، اما في رحلة عمل مؤقتة، في شيء عندك مؤقت برج الدلو انت طالع منه لما تلتقي بهذا الشخص. اتوقع ان هذا الشخص بيكون عايش يعيش في هذه الدولة او هذا المكان اللي انت رايح له بشكل مؤقت، وهنا يصير الالتقاء، لانه هو في طاقته موجود في هذاك المكان بشكل دائم. عرفت؟ انت اللي رايح هناك ومو ناوي انك تبقى لفتره طويله، ولكن هذا الكرت يقول لي كانما تجري الرياح بما لا تشتهي السفن والحب يطرق بابك في وقت انت ابدا. اي احد، شوفوا كل الاشخاص اللي يقولون قصص حبهم او نجاحهم، تشوفونه حتى لو هو قاعد يحاول يسعى عليه بس كلش ما يتوقعه، عندهم طاقه عدم التمسك بالنتائج، عشان كذي فعلا يحصلون على النتائج. لازم تتمنى الشيء لدرجة معينة، بس مو لدرجة اللي تصير متعلق بالنتيجة، ميت على النتيجة، لازم تبي الشيء يصير، هذا في قانون الجذب. أوقات لما تكون 7 أنت مشغول يا برج الدلو، غصبا عليك بدون حتى اختيارك أنت تكون مو مخطط للشيء في وقت أنت مو مخطط. أنت، أنا عارف برج الدلو لما يكون شايل من باله فكرة معينة ما يحب أن أحد يغير مساره، لما هو يكون حاط في باله يروح مكان معين يسوي شيء معين ما يحب ان احد يغير خطته، لازم خطته الاوليه تمشي. وهذا اللي راح يصير، ان في التقاء بهذا الشخص، التقاء عابر نعم، ولكن راح يغير مجرى حياتك. الرقم فيه 7، تاريخ الالتقاء اوكي. ممكن انت تكون رايح تزور مكان معين من اجل السياحه، من اجل الدين، عندك شيء ديني، رايح مكان معين من اجل دراسة، من اجل عمل بشكل مؤقت لك انت برج الدلو، فتلتقي بهذا الشخص. اللي بعده، مكان الالتقاء،
خلينا نشوف هنا وين المكان راح يكون. هذا المكان فيه الكثير من الغرف او الكباين او الصفوف، يعني مكان جدا كبير ومقسم. ممكن يكون مطار، ترى المطار ينطبق عليه هذا الشيء، انه فيه وايد بوابات، مكان فيه كذا، المكان متفرع. اوكي، ممكن يكون المطار، ممكن يكون مكان دراسي، لا تنسى فيه تفرع كثير في الصفوف. ممكن يكون حتى قاعدة اشوف هني طاقة مكان فيه اشياء جمالية، فممكن يكون متحف. اوكي، امام نافورة عندنا طاقة الماي، امام نافورة في متحف وانت قاعد تنظر الى اشياء اثرية او اشياء فنية، اشياء ذات قيمة. هذه كلها اماكن اشوف انه راح يكون فيها الالتقاء. تعرفون ان سيناريو الالتقاء بالعادة ما راح يكون نفسه بالضبط للجميع، لكل شخص راح يختلف. انا احاول استقطب كل الاحتمالات اللي راح تأتي في طريقكم، ولكن مكان فيه العديد من اما التفرعات او الاشياء الجمالية اللي تخص الفن، الاثار، المجوهرات. هذا مكان الالتقاء. اوكي، يمكن هو يعمل في هذاك المكان، او يمكن هو عابر مثلك. اللي بعده برج الدلو، خلينا نشوف مواصفات شكله. هذا شخص يميل الى ان يكون طويل على الاغلب. اوكي، ليس عريض كثيرا، يعني جسمه يميل انه يكون احنا نقول فت او متناسق او رياضي. شفت مثلا جسم لاعب الكورة ما يكون كبير بهاي الطريقة، جسم لاعب او الشخص اللي يرفع اثقال يكون عريض. هذا شخص ليس عريض اوكي كثيرا او بشكل مبالغ فيه، ولكن يأخذ على الطول، يأخذ على القوام الممشوق. وعنده بعد ميزته في شكله ان برج الدلو احس انه هو راح يكون اكبر منكم على الاقل، نرجع للسبعة، بسبع سنوات. شوف حتى الارقام اللي تأتي في بالي اثناء القراءة يخصها في رقم 7. انزين، وهالفترة وايد احداث قاعدة تصير في العالم، قاعدة ايضا اشوف فيها رقم 7. متى يكتشفون هذا الشيء ومتى وصل خبر هذا الشيء؟ وايد ايضا فيها ارقام 7. انزين، خلينا نشوف الحين. هذا في هذا الشخص فرق سن بينك وبينه، ولكن احس ان مظهره لا يوحي بهذا الشيء. جسمه على الاقل جسمه جدا رياضي ومعتني في اكله وفي جسمه، فما يبين انه في فرق. اوكي، هذا شخص ما عنده كرشه، اتاكد من هذا الشيء. شلون تعرفه؟ من تشوف عنده كرشه اتاكد انه مو هذا الشخص اللي شفناه في القراءه، مو معناته ترفضه اذا كان جيد ويحتوي على المواصفات اللي تتمناها، ولكن ما بتكون طاقة هذا الشخص بالذات. اوكي، انزين، عنده شيء يخص العظام بارزة، الشيء اللي ايضا يتعلق بالاشخاص الرشيقين او الاشخاص اللي مظهرهم شوي ذكوري. عندهم مثلا عظمة الفك بارزة. اوكي، عندهم العروق، عروق اليد بارزة، العظم اللي هني مثلا يكون بارز، في شيء في عظامهم بارز لان جسمهم محدد. هو ليس نحيف، ولكن شيء يخص ملامح الذكورية مثل عظمة الفكين، الوجنتين فيها بروز. اوكي، هذا الشخص ما يحب ان شعره يكون طويل، يحب ان قصة شعره تكون دائما خفيفة وعملية عشان ما يعتني فيها كثيرا. وهو دائما يحرص انه يخفف شعره قدر الامكان، بحيث انه حتى ما يحتاج انه يسرحه. ممكن يكون انه يختار ان يكون خفيف الشعر او اصلع باختياره، وهذا الموضوع موضوع اختياره الشخصي من سنوات. اوكي، بعض الاشخاص يسوون هذا الشيء عشان يخفون الصلع، بس احس هذا الشخص اختاره كذوق شخصي. انزين، طبيعة ملابسه، أحسه هذا قاعد أشوفه قاعد يلبس الملابس الرسمية، بدلة كاملة، ويميل إلى الألوان المحايدة، الألوان الغامقة، أسود مع أبيض، أسود مع كحلي، ألوان ما فيها الكثير من المغامرة. أوكي،
خلنا نشوف. أحس إنه في علامة نمش نمش، أوكي؟ ليس ما قلت لكم شامة، في برج قبلكم كان فيه شامة، هني هذه الطاقة طاقة نمش وتكون قريبة من الأنف، تعرفون هذين بعض الأشخاص لما يتعرضون إلى الشمس تكون أصلاً بشرتهم فاتحة، يصير عندهم النمش، فهو عنده علامة هني جنب أنفه، أنا قاعدة أتوقعها نمش بس ممكن تكون علامة شامة ما أدري. إنزين هذه مواصفاته. عنده هوايات رياضية، مو هو ليس لاعب ولكن عنده هوايات رياضية، منها ركوب الخيل، ركوب الدراجة الهوائية، هذه الرياضات. زين خلينا نشوف أطباعه. أطباعه مثل أطباعك، إنسان يعرف الكثير ولكن لا يتقرب من الكثيرين. يعرفون أشخاص كثيرين صح، ولكن فقط يسمح لأشخاص معينين أن يكونون قريبين من حياته، أن يعرفون عن أموره الشخصية، لا يخلط بين مثلا أصدقاء العمل وأصدقاء في الحياة، لا يخلط بين الصداقة والعمل، نوعا ما شوي جاد نوعا ما رسمي. لا ما أتمنى لكم شخص من برج الجدي، لأن طاقة بالعادة طاقة برج الجدي ما تكون ما تمشي مع برج الدلو، إلا إذا كان برج الدلو عنده شيء مهيمن في قمره، في 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 الزحل، في الطالع، يمشي مع طبيعة برج الجدي، إلا إذا في شيء في الخريطة الفلكية بشكل عام. بس أتكلم فقط عن البرج الأساسي، هذين البرجين يعانون من صعوبات للارتباط. فلما أشوف هذه طاقته، وهذا أيضا كرت من كروتك برج الدلو، فمعناه أطباعه أنه راح يكون يحب الهدوء. زين يحب الهدوء، هادئ، قليل الكلام مو كثير الكلام. زين ذكي جدا، يختار وقته، أحس هني يختار وقته عشان يتقرب منك بخطوات حذرة، فمو متسرع ومو مستعجل، ولكن أيضا معاك أنت حتى تقربه منك بالنسبة له هو، بالنسبة لأطباعه راح يعتبر مجازفة. إنزين هذا الشخص شلون تعرف علاماته من بداية علاماته معاك؟ شفت برج الدلو، أحس أنتوا عندكم كارما خاصة فيكم. الكثير من الأشخاص في أشياء فيكم، في أطباعكم، في شخصيتكم لا يحبونها، ودائما تتعرضون للانتقاد بسبب أشياء أو أطباع أو تصرفات الآخرين لا يحبونها فيكم. هذا شخص عكسكم، عكسهم، عكس هذين الأشخاص، بالعكس يحب حتى الأشياء الآخرين يعتبرونها غريبة فيك، يعتبرونها غامضة فيك، يعتبرونها غير مستقرة فيك، متناقضة فيك حتى. هذا شخص ما عنده مانع أنه يستطيع أن يرقص على كل نغمة مثلك، طبيعته جدا قريبة من طبيعتك، أوكي؟ أطباعه أيضا جدا ديمقراطي، لا يفرض رأيه، عشان كذي أقول لك راح تمشي طاقتك معه. لا يفرض رأيه، لا يحب التحكم، ما عنده مشكلة متعلقة بالأنا ولا بالكبرياء، بالعكس متواضع، يحب أن يأخذ ويعطي مع الناس. بس قلت لك مثلك، يأخذ ويعطي مع الناس مو معناته أنه راح يفتح مجال للجميع عشان يدخلون حياته، لا، في اختلاف عنده، في فرق. إنزين وبداية انجذابه لك راح تكون عن طريق انه راح يلاحظك وينشعر ويشعر بفضول تجاهك، لانه يمكن انت برج الدلو تكون شكلك مختلف، لبسك مختلف، تصرفاتك مختلفة لأي سبب من الأسباب، فيك شيء مختلف راح يجذب هذا الشخص لك. زين خلنا نشوف الحين ماذا سيقدم لك هذا الشخص قبل الزواج، كيف راح تكون علاقتكم قبل الزواج. شوف هذا الشخص راح يكون وايد ضروري بالنسبة له، أهم شيء بالنسبة له في قبل الزواج إنه يتعرف عليك وعلى طبيعتك، على حقيقتك. زين يمكن هذا الشيء يزعجك، يمكن هذا الشيء تحبه، ولكن يتقرب منك تدريجيا، ولكن في نفس الوقت
يريد أن يعرف حقيقة الأمور. يمكن في أمور أنت تحب تحتفظ فيها لنفسك، لأ يريد أن يعرف. إنزين، هذا الشخص أيضا راح من امتيازات وجوده معك راح يعطيك أولوية قبل الكل، راح يشجعك على أن تضع نفسك أولا. ما راح يقول لك مثلا ظل معاي في هذه المدينة ولا تذهب لتحقيق أحلامك بالعمل في مدينة أخرى، أبدا أبدا، عكس هذه اللغة، عكس هذا الطلب. دائما راح يشجعك أن أنت تكون مستقل، لأن هذا الكرت، هذا كرت برج الدلو، تكون مستقل. الأنا مالتك، شخصيتك ما تختفي في العلاقة. أوكي، يشجعك على أن حتى تقضي وقت بروحك بعيد عنه. إنزين، وهذا شخص أيضا لا يستعجل بالارتباط، خصوصا إذا أنت لا ترغب بالاستعجال. هذا شخص راح يشجعك أن تحقق أمنياتك، هذا كرت تحقيق الأمنيات، حقق أحلامك قبل الارتباط. ودائما راح يسألك ويحب يتأكد هل أنت مستعد برج الدلو، هل أنت فعلا مو بس مستعد، هل عندك رغبة في البداية قبل الزواج. دائما راح يكون أنت الأولوية في العلاقة عند هذا الشخص برج الدلو، هذا اللي راح يقدمه، لأنه هو كريم في وقته، كريم في عطائه. في أشخاص كريمين فقط ماديا وبخيلين بأخلاقهم أو بوجودهم، هذا لا، هذا شخص كريم بوجوده. خلينا نشوف بعدين الأسرة اللي يأتي منها. يأتون ممكن يكونون يعني أسرة ليست كبيرة، إنزين، 4 إخوان، هو رقم 4، عندهم 3، هو رقم 4 على الأغلب، أو يكونون كلهم على بعضهم مع الأم أو الأب 4، هذا أيضا احتمال وارد. كأن عندهم توأم داخل العائلة، إنزين، عند إخوان أكبر منا، إخوانا متزوجين وبعيدين عن الأسرة. أوكي، أسرة معتدلة، ما في شيء مميز فيها عشان أقول لك. يأتي من أسرة جدا عادية، جدا معتدلة، ولكن أحس أن أحد الوالدين عنده متوفي، وصار له فترة متوفي، على الأغلب الوالد أبوه متوفي وصار له من زمان متوفي. أوكي، فهو بنى نفسه بنفسه. هذا الشخص ترى طبيعة عمله تغلب عليه طاقة انه هو معلم او مدرس او بروفيسور او شخص ينسق، يعني يعطي الناس ارشادات، اذهبوا الى هذا المكان او توجهوا الى هذا المكان، ينسق، يدير شيء او يعلم شيء. طاقة البروفيسور، المحاضر، المدرس موجودة عنده بقوة. خلنا نشوف باكر وين راح تسكنون برج الدلو، كيف راح تكون حياتكم. هذا الكارت يقول لي بداية ارتباطكم مع بعض راح يكون في انتقال كثير في المسكن، وأغلب انتقالاتكم راح تكون من أماكن صغيرة، يعني بداية سكنكم راح تسكنون في شقة راح تكون إيجار. ليش؟ لأن قلت لك برج الدلو واحد منكم أو على الأغلب أنت وضعك مؤقت، يعني أنت قاعد تمر فترة يمكن قاعد تنتقل فيها من دولة إلى دولة، من مدينة إلى مدينة، فحتى في بداية زواجكم هو لن يجبرك على أن تنتقل معه أو على طول تستسلم وعلى طول ترتبط 100%، عرفت؟ ففي البداية هني في الكثير من الانتقال ما بين مساكن مؤقتة جيدة، ولكن جميعها مؤقتة لحد أن أنت معه توصلون إلى مرحلة يمكن ما تركزون كثيرا على السكن، لأنه صار كأنما كثير من السفر عندكم بداية في حياتكم. بداية حياتكم فيها الكثير من السفر، الكثير من الانتقال، وهذا شيء جيد. في أشخاص يأخذون سنوات عشان ينتقلون من بيت إلى ثاني لحد يوصلون بيت الأحلام. أنت لا، الانتقال عندكم في المسكن راح يكون سريع. أوكي، وبعد كم سنة من الزواج راح أشوف هنا راح يكون في تخطيط وبناء ورسم لخطة واضحة أن أنتوا وين راح تستقرون.
في هني شيء يخص وين راح نعيش، اي دولة راح نختار، اي منطقة راح نختار نستقر فيها، وين مفيد لنا، يفكر هذا الشخص وين مفيد لنا نبني مكان او نستقر في مكان ينفع حق برج الدلو ينفع حقي، لان كأنما هو يأتي من بيئة ثانية، يريد مثلا ان يكون قريب من عمله، وانت تريد ان مثلا تكون قريب من عملك ايضا او من اهلك، مجرد مثال. فهني كأنما في حل وسط بعد فترة. خلنا نشوف ماذا سيجد فيك، ماذا سيحب فيك. زين، غموضك واستقلالك، يحب هذا الشيء. هذا شخص لا يريد ان يعرف جميع اسرارك ومفاتيحك وان تعطيه كل شيء من اول اسبوع، لا لا لا، جدا صبور ويحب انه يتدرج معك. انزين، يحب فيك حبك للحرية برج الدلو، يحب فيك ان انت عندك اماني غير تقليدية، غير غريبة شوي، ولكن هذا ما تتميز فيه. اوكي، يحب انك طموح، ويحب هني في هذا الكرت ان انت قاعد تسعى وراء طموحك. انزين، حتى لو وقتها وقت التقائكم لحد الان انت لم تحقق كامل طموحك، شوف هذا الشخص مستعد انه ينتظر او يصبر او يرتبط فيك ويشجعك على ان تتواصل تحقق طموحك، لان احس وقت التقائكم انت في مرحلة شوف شايل اغراضك ولحد الان ما وصلت برج الدلو الى المكان اللي ترغب فيه، لحد الان مثلا ما تخرجت من الجامعة، لحد الان ما وصلت الى الدولة اللي تتمناها، الى العمل اللي تتمناه، لحد الان ما وصلت الى شيء معين في بالك. فهذا عنده حب لمجرد ان انت تملك رغبة ان تذهب الى مكان اخر، ان عندك هدف. اوكي، فهذه من الامور. ويحب ان انت في نفس الوقت لما تتحمس، لما فعلا تكون صادق في رغبتك في شيء برج الدلو، انه فعلا تحققه، عندك هاي الميزة. خلينا نشوف المنطقة اللي يأتي منها هذا الشخص. لا تنسوا بداية القراءة قلت لكم احرفه كانت تأتيني بالانجليزي، خلينا نشوف هل يأتي من منطقتك، دولتك، ولا مكان ثاني. برج الدلو، حس هذا الشخص لا يأتي من منطقتك، يأتي من منطقة بعيدة عنك، حتى لو من نفس الدولة. في هني أحس ببعد، أوكي، في بعد بينك وبينه، بعد ثقافي، بعد ديني، بعد عرقي، هو من عرق أنت من عرق، هو من دولة أنت من دولة، هو من منطقة أنت من منطقة، لأن حتى كأنما هني في اختلاف اللهجات، حاجز اللغة، ان في البداية في صعوبة تفهمون على كلام بعض. هذا خبر جيد. انا من الاشخاص اللي اشجع ان الشريك يكون، ان الناس حتى تتزاوج من اعراق مختلفة او من مناطق مختلفة. التنويع جيد ترى. اوكي عزيزي برج الدلو، هذه كانت قراءتكم لمواصفات الشخص القادم في طريقكم. مختصر هذه القراءة ان شخص باذن الله كما تتمنونه، كما تستحقونه في الوقت الصحيح راح يدخل حياتكم. وظلوا ركزوا على الأرقام اللي فيها 7. هذه كانت قراءتكم لمواصفات الشخص. أتمنى لكم كل التوفيق.